صحتي راس مالي، صحتي راس مالي. معنا مشكور الأخصائي النفسي والاجتماعي والتربوي الأستاذ محمد حبيب. أستاذي الفاضل صباح الخير، شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة. يعني أستاذي الفاضل والله شكرا، شكرا جزيلا. مرحبا. غادي نتكلموا اليوم على واحد المرض نفسي، مشكل نفسي اللي من المشاكل النفسية الخطيرة، ألا وهو الاكتئاب. كنت كلموا عليه ربما كثير مؤخرا، يعني نظرا للخطورة ديال هذا الاضطراب المزاجي، والاضطراب المزاجي اللي ممكن أنه كيدوز عدة مراحل ولكن كيوصل لمراحل الخطورة. بغينا نعرفوا معك أستاذ محمد حبيب شنو الاكتئاب، عطينا تعريفك للاكتئاب للمستمعات والمستمعين الكرام، تفضل. نعم. طيب، بالنسبة للاكتئاب كما قلت أستاذتي هو فعلا اضطراب نفسي، وخلي أكثر التعقيد هو اضطراب نفسي اجتماعي، يعني مش فقط كيأثر فقط على الفرد بحد ذاته وإنما حتى المحيط ديالو، سواء الاجتماعي سواء المهني. وهذا الاضطراب هذا يعني كثير الانتشار لدى المغاربة. إحصائية تقول أن 26% بشكل عام المغاربة عانوا أو سبق لهم أو عانوا من الاكتئاب، وما بين 17% 20% من النساء المغربيات اللي يعانوا فعلا من الاكتئاب، وكيرجع لعدة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية بالأساس. حكم أن مثلا عندنا انتشار ديال البطالة، انتشار ديال الفقر، انتشار ديال ضعف البنية التحتية، كذلك هذه الأمور هذه كلها كتراكم وكتعطي مجموعة ديال الأشياء اللي كتأثر على النفسية ديال الفرد وكتعطينا اضطراب ديال الاكتئاب. طبعا الحال عنده مجموعة من الآثار اللي كتبان على الشخص، يعني الفرد كفرد، على مستوى الذاكرة، على مستوى التركيز، على مستوى الشهية، على مستوى النوم، يعني كي اضطرابات على مستوى النوم كتقل الشهيه ديالو، ما كيناش قبل يجي الارهاق. هادو الاعراض استاذ حبيب، الاعراض ديالو كتبان احيانا العياء، التعب، عدم القدره على التركيز. هاد الامور هادي الانسان كيحسب لها ان نقدر يكون مثلا اكتئاب خفيف كمر ما بين نهار او يومين او ثلاث ايام، هذا عادي، ولكن ملي كيتعدى المده ديالو لواحد 15 يوم او شهر، يعني كيتطلب انذاك التدخل الاساسي ديال 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 المعالج النفسي خصو يتعرض على العلاج النفسي. لكن المشكل اللي عندنا في المجتمع المغربي هو هذا ثقافة الصحة النفسية أو ثقافة الوعي بالصحة النفسية أو ثقافة عرض نفسك على أخصائي نفسي أو طبيب نفسي، هذا هو كتعتبر وصمة عار لدى المجتمع المغربي، وهذا هو الدور ديالنا أن نقوم بالتوعية والتحسيس. لكن ما لا يسعفنا على صراحة على التحسيس والتوعية، واللي جا كذلك في التصريح ديال مجموعة الصحة ديال وزراء الصحة متعاقبين على المغرب، بأن عندنا قلة الموارد البشرية في المجال الصحي. مثلا عندنا طبيب واحد على 100,000 نسمة، طبيب نفسي واحد، وهذا يعني رقم يعني ما كيلقاش حتى المعايير الدولية في مجال الصحة النفسية، وبالتالي كان هناك خصاصة. رغم أن هناك برامج يعني توعوية تحسيسية، سواء البرامج أن وجود خلية صحية في المستشفيات الإقليمية ديال كل إقليم، هناك أنا خلية ديال الصحة النفسية، وهناك برامج أخرى ديال المساواة في المناطق الريفية. لكن يبقى دائما الخصاصة على مستوى الثقافة، على مستوى الوعي، على مستوى المعرفة بمجال الصحة النفسية ككل، أن المواطن المغربي يقدر يتوجه سواء القطاع العام أو القطاع الخاص باش يشوف ويدير واحد الكونسلتاسيون ديال الصحة النفسية. يعني كاين الخصاص وكاين الاحتياج مهول في هذا الباب. ثاني حاجة هو ان اختلط على المواطن المغربي لمن يتوجه ولمن يمشي، وشكون اللي يقدر فعلا يساعده في هذه المساله هذه، واش خصو طبيب نفسي او خصو كذلك معالج نفسي او معالج نفسي. هنا بالنسبه للاكتئاب، يعني علاش كتختلف عليه؟ لان طرق العلاج ديال الاكتئاب كتختلف. هناك بعض الحالات اللي كتطلب يعني العلاج الدوائي، علاج الدوائي، لانه كان على مستوى أستاذي قبل ما نوصلوا للعلاج نتعرفوا على الأعراض ديال الاكتئاب. كنعرفوا أن الاكتئاب راه فيه أنواع،
كاين تيكون ربما يكون غير اكتئاب شويه اون بوتيت ديبرسيون كتوقع كنقولوا واحد شويه كيمر واحد المرحله ديال نقدروا كاع ما نسميوهاش يعني اكتئاب. وكاين اللي كيولي اكتئاب مزمن وكاين اللي كيولي عنده واحد الاكتئاب اللي هو حاد. لا كاين الاكتئاب اللي كيوصل للانتحار استاذ حبيب. شي باش بغينا نعرف نعم. معك يعني الاعراض كيفاش يعني نعرف مثلا ان كما قلت نعم. انا كنكون كنتكلم بشكل عام ما بغيناش يعني ندخلوا تهويل ديال 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 الاضطراب على الناس لان كاين الناس فعلا كتحس دابا الان وكتشعر بواحد النوع ديال الاكتئاب خصوصا حتى بتغيير ديال المناخ ديال 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 اللي كيعيشوا. احيانا كتكون المناخ ديال الشتاء المناخ عنده تاثير على المستوى النفسيه ديال الناس. النفسيه في الصيف ماشي هي النفسيه في البرد ماشي هي النفسيه في الربيع ماشي كتختلف من 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 من, من فصل لفصل. النفسيه كتغير وخص الانسان يتعامل معها. غالبا ما كيشعر الانسان بالحزن كيشعر الانسان بالفقد كيشعر الانسان بالشعور بعدم المتعة في الأنشطة اللي كيقوم بها. ما كتبقاش عنده معنى ما كيبقاش عنده لذة حتى شي حاجة ما كتبقى عاجبه حتى شي حاجة. كما قلت هادشي كيأثر على اضطراب النوم. عنده حتى شي حاجة ما كيفكر حتى شي حاجة ولكن النعاس ما كيبغيش يجي. كيوصل كذا بالحال كما قلت الاضطراب الحاد أو اضطراب الاكتئاب السوداوي اللي كيوصل للرغبة حتى في الأفكار الانتحارية أو الاقدام على الانتحار. وكنشوفوا مجموعه ديال حنا كنا ناقشنا موضوع ديال الانتحار اللي في المغرب دابا الان يعني اصبح يناقش لان مدينه الشفشاون كتظهر في اكبر مدينه في في في, في, في مستوى الانتحارات اللي عرفتها المجموعه من 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 الاسباب. من ضمنها كذلك الاسباب هو الشعور بالاكتئاب والشعور بالعزله الاجتماعيه والعزله كذلك الثقافيه اللي كيعيشوها بعض المناطق. لان الاغلبيه ديال الحالات اللي شفناهم انتحروا كانوا كينتميو لمناطق نائيه مناطق ريفيه او بدوية وكانت يعني معزولين وكان العزلة. المشكل اللي كان عندنا مع هاد الناس هادو هو في داخل الأسرة أننا ما كنكونش الاهتمام داخل الأسرة بالشخص اللي هو اللي هو منزوي. كنشوف الشخص مثلا منزوي في واحد القنت معين كيسد عليه الباب خصنا ماشي نخليوه على راسو انما خصنا نتواصلوا معاه ونهضروا معاه لان اهم شيء هو الدعم الاجتماعي بالنسبه لهذا الشخص هذا والمحيط ديالو. كيفاش خصنا نتعاملوا مع الشخص المكتئب؟ كما قلت هناك جوج ديال الانواع ديال العلاج. اولا نعرف بعدا يعرف بانه غرف كيعيش واحد الحاله ديال الاكتئاب من خلال الكلام معاه من خلال الاعراض اللي عرضنا عليها. ولكن الطريقه الصحيحه كيفاش نتعاملوا معاه هو اننا نفتحوا معاه حوار على طريق يتنفس يخرج يتكلم. هاد التنفس بحد ذاته غير يعرف شنو ماله وشنو المشاكل ديالو. ولو غير عاودنا على المشاكل ديالو بحد ذاته راه التنفيس وتفريغ نفسي على النفسيه اللي كيعيشها هاد المكتئب هذا. لان الى ما تكلمش غادي يبقى شاد داكشي كاتمو يعني كيتمان على مستوى الرغبات المكبوته على المستوى العميق على المستوى الفكر ديالو على النفسيه ديالو. وبالتالي ما يمكنلوش على انه يخرج ويدلي ما يخالج ما يخالجه. اذا هنا كاين عنده مشكل حقيقي. بالتالي اهم شيء بعدا هو نفتحوا حوار لان كما قلت هذا الاضطراب ديال الاكتئاب النفسي عنده واحد الشق متعلق بالفرد نفسية الفرد وعنده شق آخر متعلق بالمحيط ديال الفرد والمحيط الاجتماعي ديال الفرد ومحيط كذلك حتى المهني والاقتصادي. تو كيأثر أحيانا قد يؤثر يعني تأثير متبادل. إما الشخص اللي كيعاني من الاكتئاب ما كيبقاش عنده الأداء ما كيبقاش عنده العطاء أو بيرفورمانس الإنتاجية على مستوى العمل أو كذلك اللي كيكون واحد البيئة مسمومة سامة وكتكون علاقات سامة كتأثر في الفرد وكتخليه أنه يدخل في حالة حزن وفي حالة اضطراب كتفاقم الوضع ديالو لأن ما كي لأن في الغالب ما كنفهموش يعني الشخص المكتئب ربما في الغالب ما كنفهموش حنا كأشخاص عاديين قدروا ما نفهموش خصوصا أنه كاين البعض اللي ما كيخرجش شنو عنده ما كيقولش باش كيحس ربما احنا ما نفهموش. مجموعه ديال الطرق كاين مجموعه ديال الطرق اللي كتخلي الانسان يحس بالتفريغ بطريقه اللي كيرتاح فيها. كاين مجموعه ديال الناس الان دابا الان كتلجا للكتابه كتلجا للرسم كتلجا لانها واخا تمشي حدا البحر وتنفس وتهضر وتتكلم كتنفس مع صديق معين صديق قريب ليه وكيتاخ فيه كيقدر يحكي له. هذه مسائل وقائيه كيديرها اي شخص يعني كيعاني من الاكتئاب بشكل يعني وقائي. لكن الى ما نفعش هذا كما كنقولوا حنا الحلول
الوقائية ممكن أن ذاك نلجأ لتدخل النفسي الاجتماعي تماما. تدخل النفسي بالأساس، وهذا التدخل النفسي يكون عن طريق العلاج السلوكي المعرفي يرتكز أساسا حول أفكار وتعديل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية وتزيد الطاقة. في حالة ما توصلناش كذلك العلاج كنضطر لأننا قدر يكون دابا الآن يعني إفرازات كيميائية اللي كتعطينا إعادة توازن الكيميائي من داخل الدماغ باش ما يبقاش يعطينا هذه الحالة المزاجية المرتفعة، وكيكون هناك يكون تدخل بالعلاج الدوائي واللي يختصه ضروري يكون عن طريق طبيب نفسي. يعني كاين مستويات ديال العلاج كما قلت أنا بديت من الوقاية ثم التدخل المهني ثم كتدخل تدخل الطبي. يعني ثلاثة ديال المستويات على حساب الحالة اللي كيعيشها. ما يمكنش نهضروا على حالات وعلى اضطرابات بشكل عام، انما كل شخص والحالة ديالو يخضع للتشخيص. الاخضاع للتشخيص والتشخيص هو اللي كيعطينا الى اي حد مستوى الاكتئاب اللي عنده، والى اي حد الافكار هذه الافكار الانتحاريه والوسواسيه كتكون عنده في الذهن ديالو، الى اي حد واصل درجه الاكتئاب وشحال المده هو كيعاني من هذه الحاله. هذه كلها كتعطينا يعني تقييم او تشخيص لهذه الحاله ديال الشخص، واللي يكون عنده يحددها الاخصائي النفسي على طرق التدخل المناسبه والتوجيه الانسب، اما عن طريق حصص فرديه او عن طريق الثيرابي دو جروب الحصص جماعيه مع مجموعه ديال الافراد الجماعيه اللي يكون عن الشخص، او كذلك ممكن يوجهوا للطبيب النفسي اللي ممكن يخضع العلاج كما قلت علاج الدوائي لكي يعيد التوازن الكيميائي على المستوى الدماغ لمجموعه من 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 من, من الامور المرتبطه كذلك بمجموعه ديال كما نسميهم مجموعه من 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 التوازنات الكيميائيه على مستوى الدماغ ديال اللي كتضطر على انه تعيش هذا الاثر ديال الحزن ديال الكذا. غادي ناخذوا السي ياسين من صفرو. السي ياسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله استاذه. لاباس عليك سيدي، كلشي مزيان، صباح النور. السي ياسين لجميع المستمعين للاذاعه الوطنيه. مرحبا سيدي، مرحبا. استاذ انا عندي واحد سؤال دكتور رجزيكم بخير. استاذ محمد حبيب تفضل. عندي واحد المشكل ديال كان دخل بحال هكا كما قال الاستاذ واحد الاضطراب كنتخلق كنعس واحد المده زمنيه طويله بزاف، كنبقى نعس بحال دابا انا فريد كنعس الليل وكنولي نفيق الصباح كنفطر ونولي نعس عاوتاني نتعس ونولي نعس. كيولي عندك اضطراب في النوم؟ كان نعس بزاف. مشيت للدكتور واحد الدكتور ديالنا وخرج لي واحد الدواء. ايه هذاك الدواء كنستعمله النهار الاولاني فعلا الاول ديال النعاس ما نعس خدمت ولاني من بعد ما بقاش كيدير لي داك الدواء والو دكتور استاذه. وهذه دابا تقريبا انا المده اللي دوزت. ولكن ملي مشيتي لعند الطبيب شنو قال لك؟ شنو شخص لك؟ شنو عندك المشكل؟ هو شخص لي قال لي اودي كنتي من قبل، هو قال لي من قبل كنتي ما كتنعش واحد المده. قلت له فعلا انا كنت انا هذه واحد 10 سنين قبل كنت كنخدم غير الليل وكنعجبني نخدم الليل وكنت كنخدم الليل. ايه ولاني هذاك الشيء انا ما قنعنيش، لا ما قنعنيش استاذ، انا ما قنعنيش اني علاش انا كنحس براسي مقلق كنتقلق بزاف كتنعس نفسانيا كنولي نقلب النوم وراني نعس سنه راه عام وانا نعس. اي باش تكون هذه المساله واخا واخا السي ياسين خليك في الخدمة راه الانتاجيه وقفت الخدمه. نعم. باش مشيت للطبيب على حساب الخدمه. شكرا لك سي ياسين، شكرا لك، شكرا. تفضل استاذ حبيب، تفضل. سي ياسين مشكور على المداخلة ديالو. فأنست كلامه بأن فعلا عنده مدة طويلة هو كيشتغل بالليل، وهذه المدة هذه كتخلي أن الجسم يتعود على واحد النمط معين من العيش. نعم. اللي كتخليه دائما روتيني. يعرف بأن الإنسان يعني كيتعود على شبع على شيء شبع عليه. شبع يتعود على واحد النمط معين. وبالتالي هذا التعود هذا وهذا الالتزام ديال سنوات ديال الشغال بالليل، وكاين مجموعة ديال الطلبة مجموعة ديال الآن ديال الأطر اللي مولفين كيشتغلوا غير بالليل كيبقى عندهم هذا الأمر هذا، ولكن ملي كيوصل الذات أنك تنهار لأن الساعة البيولوجية تختل
عند هذا الشخص هذا، وبالتالي الجسم اللي كيطلب عنده الراحه اكثر لانه اجهد يعني يعني غير من النمط العادي ديال العيش ديال العيش وديال الساعه البيولوجيه اللي هي الليل النوم والنهار الراحه. وبالتالي ملي كتغير هذه الامور هذه اكيد ان الجسم يقول لك يطلب هذا الراحه هذه، وكيتجاوب الجسم هذا الشيء كيجي مثلا كيعيا كيمشي ينعس، هذا هو الحاله ديالو بالضبط يعرفها. انا كنعطيو غير معنى. ثاني حاجه بالنسبه ملي مشى عند الطبيب بالضبط وعطاه الدواء بوحده كما قلت غير كافي، خصو ضروري نعرفوا الاسباب والمسببات اللي كتخليه ما كيعطيش انتاجيه وما كيخليش يلقى متعه حتى في الخدمه ديالو، لان كما قال سياسين لمده سنة وهو ما كيشتغلش فقط غير ناعس. إذن هنا كما قلوا لومبي يعني الرغبة في العمل وفي الإنتاجية ما بقاتش عند ياسين، ما بقاش عندك النشاط اللي كان متوهج لمدة 10 سنوات وكيشتغل وكيشتغل تبليل. هنا خص فعلا يخضع العلاج النفسي المعرفي ما يسمى الاس بي تي، هذا العلاج المعرفي من طرف أخصائي نفسي إذا كان هو الصورة راه قريب له مستشفى الرازي فاس ممكن أنا يتواصل معاه ويقدم الخدمات ديالو، واكيد ان شاء الله غادي يلقاو له الحلول المناسبه بمعيته هو بارادته هو بالرغبه ديالو هو الحاله ديالو، اكيد المستشفى الرازي غادي يلقى الحل. نعم استاذ محمد حبيبه شكرا جزيلا على تلبيتك للدعوه وعلى نصائحك القيمه. في كلمه اخيره للوقايه من الاكتئاب عندنا ما كملش دقيقه تفضل. كلمة أخيرة بالنسبة للوقاية من الاكتئاب أن الإنسان دائما يبقى على اتصال على ارتباط بالمحيط دياله سواء الاجتماعي سواء العملي ويعزز واحد الروتين يومي من النشاط من الطاقة الإيجابية لكي تقسمها مع المحيط دياله الأساس ويتكلم، يعني كما قلنا البارح يكون عنده واحد الحوار مع الذات يتنطلع دوا مرة ويتكلم يهضر معها، أكيد أن هذا الحوار الداخلي والحوار مع الآخر أكيد غيعطينا واحد الأجواء اللي ممكن أننا توقينا من الاكتئاب توقينا من الحزن توقينا من الكآبة وتوقينا كذلك من أننا العزلة الاجتماعية، لأن العزلة الاجتماعية تعطي أكيد الاكتئاب، وبالتالي الإنسان خاص فعلا يكون إنسان اجتماعي بطبعه خاص يتواصل مع الناس ويهضر مع الناس وينتس مع الناس ويكون عنده ميكانيزمات دفاعية اللي هي كما قلت إما الكتابة إما الرسم إما 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 إما, إما, إما الرياضة كذلك إما الصديق اللي كيتنفس معه، هذه الميكانيزمات الوقائية خاص تكون دائما مصاحبة الشخص باش تعطيه واحد التوازن على المستوى النفسي الاجتماعي والانفعالي ديال الفرد. نعم شكرا لك استاذ محمد حبيبه الاخصائي النفسي والاجتماعي والتربوي، شكرا جزيلا وإلى فرصه قادمه بحول الله.